ورجعنا لكم من جديد اعزائي مشاهدي برنامج الطبيب. الفتره اللي احنا فيها دي كلنا خايفين، ممكن يكون الكورونا مخوفانا، ولكن بنحاول ان احنا يعني نعمل الاحتياطات، ولكن في ناس اصلا بيبقى عندها طبيعه جسمها ضعف في المناعه، في ناس طريقه اكلها بطريقه نومها عامه في حياتها بتبقى عايزه تستشير، عايزه تعرف ايه الصح، ايه الاكل الصحي، ايه المكملات الغذائيه اللي ممكن اخدها الفتره دي، ايه الاحتياطات اللي انا ممكن اعملها عشان مناعتي ما تقلش، لا بالعكس المناعه تزيد. بنسمع اقاويل كتيره قوي، بنفضل نفيد بعض، بس للاسف في معلومات غلط. ايه رايكم النهارده نقف، يعني كل واحد بيبقى حابب يقف جنب قريبه، عايز نطمن على مناعه مامته والده، لكن النهارده هنقف جنب بعض كلنا مع طبيب محقق الفترة دي بجد نجاح حلو جدا. ناس كتيرة قوي هي خلاص يعني لازم تتصل بيه تعرف طب هاخد ايه دكتور، طب ايه الطريقة الصحية، طب التغذية بتكون ازاي، طب ايه المكمل اللي ممكن اخده. ايه رأيكم النهاردة نرحب بيه؟ وانا عن نفسي وانا قاعدة معاكم هستفيد بكل كلمة هيقولها. خليني ارحب بوجوده معايا الدكتور محمد جلال العراقي، صيدلي اكلينيكي خبير في التغذية العلاجية والادوية الطبيعية، معتمد من الاكاديمية الامريكية الدولية، خبير في التغذية الاكاديمية تايلاند الرياضية. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك وكل سنة وحضراتكم طيبين، بمناسبة طبعا يعني عيد القيامة، وأتمنى إن شاء الله دايما نتقابل في الأعياد والمناسبات السعيدة إن شاء الله. وكل سنة وحضرتك طيب بعيد الميلاد المجيد وعيد القيامة برضو، كل الأعياد كلنا بخير إن شاء الله. قولي يا دكتور يعني إيه، يعني بص التايتل مشرف جدا، يعني دكتور مش صيدلي إكلينيكي، يعني إيه التخصص ده؟ هو يعني باختصار شديد طبعا احنا بالنسبة للعلوم الصيدلانية المفروض انها متعلقة اكتر بدراسة الدواء وكل ما يخص الدواء، سواء كان عن طريق الجرعات او الامتصاص او التداخلات الدوائية. يعني هو طبعا ده التركيز الاكبر. بعد ما بنخلص دراستنا بيبقى فيه سنة او اكتر متعلقة ببعض علوم تشخيص الامراض. السنة دي بتبقى دراسة سريرية موجودة في مستشفى من احد المستشفيات المرتبطة بدراسة جامعية، والمفروض ان احنا بناخد بعدها الدرجة اللي هي كلينيكال. يعني انا بقى كان عندي كمان شيء من علم التشخيص. الفترة دي كلنا خايفين من الكورونا، المناعة، التغذية، شوية يقولوا فيتامينز مش عارفة ايه ليه لازمة، شوية يقولوا لا ملوش لازمة. طبعا النهاردة هناخد من حضرتك الكلمة الصحيحة، بس خلينا نعرف كل المعلومات دي بعد الفاصل ونرجع لكم بسرعة. ورجعنا لكم من جديد مع الطبيب اللي النهارده هيقول لنا ايه التغذيه الصحيحه الفتره دي يا دكتور. يعني هل فعلا ممكن من الاكل الصحي او اللي حضرتك هتقول لنا عليه انا اقوي مناعتي بعيد عن اي فيتامينز ممكن اخدها؟ الحقيقه هو يعني في اغلب الدراسات واغلب الابحاث الحديث او القديم كمان كنا بنقول ان دايما الطعام هو اللي صله وثيقه بالامراض. ابو قراط كان بيقول مثل من الامثال اللي يعني يعتبر هو اسس عليه علوم الطب، ان هو let your food be your medicine او let your medicine be your food. توماس اديسون قال احنا يعني فيما بعد كان بيتوقع ان في المستقبل الاطباء هيعالجوا الامراض كلها بالتغذيه السليمه او بالتغذيه الصحيحه. عندنا في الامثال بنقول المعده بيت الداء، كل ده بياكد لنا بما لا يدع مجالا للشك ان كتير جدا من الامراض المزمنه او الامراض اللي ممكن يعني تستجد علينا ليها علاقه وثيقه بالطعام. عندنا بدايه من النزلات المعويه، بدايه من التسمم الغذائي، حالات اللي بيكون فيها مرض السكر، ضغط الدم المرتفع، كل ده ليه علاقه طبعا بالعادات الغذائيه الغير سليمه واللي ممكن نتجنب كتير جدا منها بان احنا يكون عندنا وعي ونكون عندنا متعلمين كويس جدا، وده اللي احنا بنحاول ان احنا نقدمه. يمكن احنا في المجموعه عندنا مجموعه الصيدليات عندنا بنعمل ركن للمكملات الغذائيه بنسميه الصيدليه الخضراء. صيدليات العراقي فروع كتيره جدا داخل الاسماعيليه؟ في الاسماعيليه. طيب لو انا في القاهره قلت لي ان في رقم؟ لا هو طبعا احنا يعني
عاملين يعني زي هوت لاين وبنحاول نتواصل عليه، وبرضه احنا فروعنا بيبقى ليها بعض الدليفري ممكن نوصل لاي مكان عن طريق الشحن. طب ايه راي حضرتك بقى، انا هو قاعده هسال حضرتك ايه الاكلات اللي انا ممكن اتجنبها الفتره دي، ايه الاكلات اللي انا ممكن ازودها الفتره دي، ما انا لازم بقى استفيد من وجود حضرتك معانا النهارده، وايه اللي يقوي المناعه؟ ده سؤال مهم جدا، ويمكن احنا زي ما قلت لحضرتك دايما في مناسبات الاعياد بنكون عندنا شيء من الاريحيه شويه في تناول الطعام. حتى احنا يعني متخصصين في التغذيه بنكون عاملين احتياطاتنا في الوقت ده، دايما بيحصل لخبطه في اي دايت بلان او في اي نظام غذائي احنا عاملينه للحالات اللي بنتعامل معاها. يمكن اخر ابحاث تمت واخر توصيات من منظمة الصحة العالمية بتأكد لنا ان احنا الافضل في خلال الفترات دي ان احنا نلتزم بنسبة كبيرة جدا من الغذاء بتاعنا تبقى قائمة على الخضروات والفواكه. احنا مثلا اوكسفورد ليهم طريقة معينة في التعامل مع الانظمة الغذائية السليمة، كنا زمان بنقول الاهرامات الغذائية وبنحط في الاهرامات دي كل انواع المغذيات الاساسيه. دلوقتي في حاجه اسمها ماي بليت بتختلف حسب الجنس وحسب السن وحسب النوع وحسب طبيعه العمل، حسب الطاقه اللي بيحتاجها البني ادم اللي بيشتغل شغل شاق غير اللي بيشتغل شغل مكتبي. كل ده بياكد لنا ان احنا لازم بنحاول يكون عندنا بنتعلم وبنعلم ولادنا، لان اغلب المشاكل بتحصل من توارث العادات الغذائيه الخاطئه. طيب حضرتك سؤال حضرتك المهم جدا، ايه اللي نتجنبه وايه اللي احنا ممكن نزوده بالظبط الفتره دي ندوس فيه شويه بشكل يعني بالمصطلح كده العامي بتاعنا. احنا الفتره دي يمكن حسب برضو التوصيات العالميه من اغلب هيئات الغذاء والدواء، عايزين نعتمد في الغذاء بتاعنا على الالياف، عايزين نعتمد في الغذاء بتاعنا على الخضروات والفواكه زي ما قلنا. على الاقل كل يوم مش اقل من نص كيلو مقسمه على الوجبات كلها. نص كيلو خضار على الاقل من 400 ل 500 جرام. في انواع معينه يا دكتور يعني في انواع معينه من الخضار؟ يعني انا بفضل دايما ان انا احط في الدايت بلان بالنسبه للحالات اللي معايا الخرشوف والبنجر والبروكلي. الخرشوف والبنجر والبروكلي بالظبط. حلو قوي. انها غنيه جدا بالالياف الطبيعيه ومن الحاجات اللي بتساعد الى حد كبير في تسهيل عمليه الهضم والامتصاص، وكمان فيها كتير من الفيتامينات ومضادات الاكسده لتقويه المناعه طبعا. وده بيجي عن طريق كمان ان احنا بنشغل حيز في المعده، وبالتالي بنحس بالشبع بشكل يعني سهل وسلس جدا. زائد كمان ان احنا بنقوي جهاز المناعه عن طريق ان احنا بنتخلص من الويست برودكت او الفضلات عمليات الايض. نيجي للحاجات اللي احنا بننبه دايما ان احنا نتجنبها، الملح بيجي على رأس الممنوعات او على رأس المحظورات اللي احنا دايما بنتكلم عليه، ومش بالشكل بتاعه التقليدي اللي هو ملح الطعام. انا يمكن دايما بوصي اغلب اللي انا يعني بتابعهم ان هو يتناول الملح في شكل توابل. التوابل دلوقتي تعتبر ترند عالمي، واحنا بنوصي دايما يعني حتى عايز اقول ان هي الدقة دي من الحاجات اللي احنا كنا زمان وبدأنا نفتقدها جدا. وكانت جميلة جدا وكان فيها مجموعة من البهارات الجميلة، وبنتجنب فيها الملح قدر الإمكان. كمان الملح الصخري من ضمن الحاجات اللي بتكون فيها مكونات الملح الطبيعي كاملة، وبيكون فيها نسبة البوتاسيوم ونسبة الأملاح المعدنية عاملة توازن مع الصوديوم اللي هو لو زاد دايما بيعمل لنا مشاكل وبيعمل لنا أمبالانس، ممكن يؤدي بعد كده الأمراض زي أمراض الضغط وامراض القلب، واللي بشكل او باخر طبعا دلوقتي بقت كريتيكال جدا او بقت يعني خطر جدا لو لا قدر الله حد فينا اتعرض لاصابه فيروسيه بفيروس الكوفيد او اي فيروس تاني. يعني الفتره دي انا اتصلت بصيدليه العراقي ورفعت السماعه اهو دلوقتي، وايوه يا دكتور انا عايزه اخد مكملات غذائيه. نفترض انا مثلا شغلي مش بيسمح ان انا اكل اكل صحي خضار، مش مفيش وقت عندي ايا كان بقى، فايه الحاجات المكملات اللي ممكن حضرتك توصفها لي او الفيتامينز اللي تعوضني عن الاكل الصحي ده؟ طبعا ده سؤال احنا بنتساله كتير جدا. ما انا قلت لك وانا هتصل ارفع السماعه قالوا صيدليه العراقي قولوا لي بقى يلا دلوقتي انا عايزه المناعه عندي تبقى النسبه بتاعتها كويسه.
طيب احنا طبعا بداية من الفترة اللي بدأ الناس ندخل فيها في مرحلة الـ يعني الحجر وإجراءات الوقائية وما إلى ذلك، بدأنا كل يوم فعلا بيجينا أسئلة كتير جدا، إيه الفيتامينز اللي هي مرتبطة ارتباط وثيق بجهاز المناعة واللي هي تعتبر معترف بيها وموصى بيها عالميا. واضح ان انتم محبوبين قوي، يعني بصوا الصوره يا جماعه اللي معانا على الشاشه، ده تكريم يعني تكريم اتحاد الصيدله الدولي تكريم. على دورنا في خلال فتره الكوفيد اللي هي اول فتره الحقيقه اللي جالنا تكريم من اتحاد الصيدله الدولي، يعني اللي اتعمل عليها سبوت وضجه كبيره جدا ان انتم واقفين يعني بصوره حلوه جنب الناس، بساعدتوا ناس كتيره قوي، فحاجات كتيره قوي انت هتقولها لي دلوقتي، ولكن الصوره عجباني جدا. طبعا فريق العمل بتاعنا ودكاترة يعني من أفضل الدكاترة عندنا، ويمكن احنا زي ما قلت لحضرتك بنتميز بان احنا بنقدم الاستشارات وبنقدم المعلومة، مش مجرد بس ان احنا بنطلع الفيتامين او بنطلع المكمل الغذائي، اللي هو كتير من الاحيان بيحصل فيه ميس اندرستاند او ميس يوز، لان احنا مثلا في خلال الفترة دي المعترف بيه او موصى بيه عالميا حاجات بسيطة جدا زي الفيتامين سي مثلا او زي الفيتامين دي. انا كان فيها بس قولي بقى، قولي ايه حكاية الصور دي؟ يعني انتوا فنانين بقى عندكم، لاعبي كورة عندكم، مؤتمرات بتحضرها، واضح ان الموضوع كبير، وفعلا مش اي حد نقول عليه ناجح، هو النجاح في التميز، التميز ده انت وصلت له مش بسهولة. انا بحيك طبعا على الصور الجميلة دي وعلى محبة الناس ليكم، صيدلة العراقي عاملة ضجة كبيرة الفترة دي وعاملة نجاح حلو قوي. احنا سمعنا الفيتامين سي شوية ليه لازمة، شوية ملوش لازمة، ايه انت الفيصل دلوقتي. اي حد هو يتفرج علينا ياخد الكلمة مصدقة. انا بشكرك اولا يعني على تقدير حضرتك، واتمنى مرسي. دايما نبقى عند حسن ظن عملائنا وهم دايما شركاء نجاح لينا. انا عايز اقول لحضرتك طبعا حاجه زي الفيتامين سي او الزنك او الفيتامين دي 3 يعني كلهم طبعا ليهم يعتبروا من مقومات اللي بيعتمد عليها جهاز المناعه كعوامل مساعده، لكن احنا ما نقدرش نعزي او نعتمد عليهم اعتماد كلي ويعني نتجاهل بقى الاساس والأعمدة الرئيسية لجهاز المناعة. جهاز المناعة أنا دايما بقوله بالبلدي كده هو أكل ونوم وحالة نفسية. هو ده جهاز المناعة. طب نستبعد الحالة النفسية الفترة دي كلنا يعني من الرعب وكده، يعني هو نعمل نقول يعني الحاجة اللي نقدر نعملها النوم والأكل الصحي زي ما حضرتك قلت، ولكن في عوامل مساعدة. بالظبط كويس ان احنا عندنا برضو عوامل مساعده هتفيد معنا في حاجات، منها الفيتامين زي ما حضرتك قلت، الوصفه السحريه بقى ايه بقى قول لنا بقى. احنا دايما بنوصي يمكن على راس بعض المكونات اللي هي تعتبر مكملات غذائيه وموجوده في البروتوكول بتاع منظمه الصحه العالميه، عنصر ال كارنتين وعنصر الكوانزايم كيوتين. عنصر ال كارنتين بالتحديد ده يعتبر من المشتقات اللي موجوده في كتير من اللحوم وموجوده في كتير من المكونات الطبيعيه، بس يعني مش اخد حقه شويه في فتره اللي احنا بنتكلم فيها عن الفيتامينز. يمكن الناس كلها بتدور على الزنك لانه يعني اثير عليه ضجه كتير في الفتره الاخيره، والفيتامين سي والفيتامين دي. انا مش هتكلم عليهم لان دول اخدوا كتير جدا من الشو، اخدوا حقهم والترند، ولكن عايزين وصفه سحريه بس بسرعه لان وقت فقرتنا للاسف بينتهي. تمام. ال كارنتين والكوانزايم كيوتين، وعايزين نبقى يعني محددين جدا ان احنا بنقول السناكس اللي موجوده بين الوجبات الرئيسيه دايما تحتوي على العنصرين دول، سواء في شكل المكسرات اللي موجوده، سواء في شكل الخضروات والفواكه اللي موجودين فيهم برضو. ودايما العنصرين دول انا بقول لحضرتك ان هم ليهم دور في توليد الطاقه وتقويه جهاز المناعه، يعني دول في منهم مكملات غذائيه او جاهزه أو موجودين في المصادر الطبيعيه. موجودين. اتصل بحضرتك واعرف بقى. تمام. صح كده، اتصل بصيدليه العراقي واعرف كل حاجه. انا عن نفسي هخلص الفقره دي. تمام. المناعه عندي ضعيفه على فكره الفتره دي. لا ربنا يديك الصحه بامانه، المناعه ضعيفه وانا مش يعني لازم اخد بقى المعلومه المفيده من حضرتك. اتفقنا من حضرتك ومناعتنا بقت في السما دلوقتي. ربنا يخليك. كمان بذور الكتان احنا دايما بناكد عليها، من الحاجات الظريفه جدا واللي مليانه بالالياف الصحيه، واللي لو عملنا لها نقع في الميه بتبقى ليها دور كبير في تحسين شغل الجهاز الهضمي وطرد اي سموم او فضلات موجوده في الجهاز الهضمي. انت لازم تكون معانا فقره تانية ونتكلم بقى، يقول له ايه بذور الكتان، مش كل حاجه هيقولها هنمسك قلم ورقه كده ونكتب وراه. بشكرك وبشكر وجودك معانا. بنشكر الدكتور محمد جلال العراقي، صيدلي اكلينيكي، خبير في التغذيه العلاجيه والادويه الطبيعيه، معتمد من الاكاديميه الامريكيه الدوليه، خبير في التغذيه الأكاديمية تايلاند الرياضية. وأنا كمان بشكركم، أشوفكم على خير إن شاء الله.